فرح كانت تشعر أن حدثاً سعيداً سعيداً جداً على وشك الحدوث، حدثاً سيغير حياتها كلها للأبد. ودون مبرر واضح وقفت فرح. أقف يا فرح، أقف يا فرح، أقف يا ماما. أيوة أنت، دي مش تخيلات. وفجأة رأته يقترب منها، حب حياتها وفارس أحلامها. جدي أنت بتعمل إيه هنا؟ جدي أنت بتعمل إيه؟ فرح، أنت دايما كان نفسك الحياة تبقى مترتبة بشكل معين، بس الدنيا مش كده، دايما في مفاجآت، دايما بيحصل حاجات بتخلينا نمشي في طريق تاني غير اللي احنا كنا عايزين نمشي فيه. وعلى قد ما ده بيبقى صعب ان احنا نقبله، على قد ان احنا بنكبر جدا لو قبلنا بيه ورضينا بيه. فرح، لو في اي اتنين مكتوب لهم يبقوا مع بعض رغم كل الظروف اللي مروا بيها، فهو اكيد احنا. اوكي. دقيقة واحدة بره، دقيقة واحدة بس.